معاكم لسه هنتابع احتفالات الناس بشم النسيم. زميلتنا جرمين ابراهيم في حديقة الحيوان، هنشوف ايه الاخبار هناك، في ناس بدأت تنزل ولا لا، ونشوف الاستعدادات كمان هناك. صباح الخير يا جرمين، كل سنة وانت طيبة. صباح الخير يا أسماء، زي ما قلت احنا موجودين داخل حديقة حيوانات الجيزة، بالتحديد أمام البوابة الرئيسية اللي يمكن واضح يعني خلفنا في المشهد الإقبال الكبير اللي بدأ يمكن مع بداية اليوم، وبمجرد ما فتحت حديقة حيوانات الجيزة أبوابها أمام المواطنين. ولكن عشان نعرف تفاصيل اكتر عن اخر الاستعدادات اللي اتخذتها حديقه حيوانات الجيزه، كمان اهم العروض والمولودات الجديده اللي موجوده داخل حديقه الحيوان، هينضم لينا الدكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه للحدائق الحيوان. مرحب بحضرتك وصباح الخير معاك. صباح الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه ومصر كلها طيبه ان شاء الله. لو حضرتك كلمتنا في البدايه عن اهم الاستعدادات اللي اتخذتها حديقه الحيوان لاستقبال المواطنين النهارده مع شم النسيم. طبعا حضرتك شايفه ان في طبعا ايقاف للاجازات والراحات، وكل الناس موجوده لخدمه الجمهور. الحقيقه احنا فتحنا بوابات الطوارئ كلها، في 19 منفذ لقطع التذاكر والدخول. طبعا ده بيسهل عشان التكدس اللي موجود والاقبال الشديد، زي ما حضرتك شايفه يعني في اول ربع ساعه داخل من بوابه واحده حوالي 1000 فرد، فاقبال شديد بيبقى في هذا اليوم، بيبقى اعلى نسبه حضور في خلال العام يعني. طبعا احنا استعدينا، عملنا كل ما يوفر الراحه والمتعه للجمهور من حيث زياده المساحات الخضراء والاهتمام بالاستراحات الجديده اللي اضيفت للجمهور، صيانه في جميع اعمال دورات المياه، في طبعا المتحف الحيواني مفتتح، وفي كل ما يخص خدمات الجمهور. الحقيقه احنا مهتمين جدا بالنظافه، مهتمين جدا بالترع والمصارف المياه اللي كانت بتعمل روايح وبتعمل مشاكل للجمهور. كل ده الحقيقه الحديقه سماتها النظافه حاليا، وكل المشاكل اللي كانت بتعاني منها الحديقه الحمد لله اختفت تماما، والناس هتجد ان شاء الله في اختلاف كبير يعني. زي ما قلت يا دكتور في البداية انه يمكن في مولودات جديدة انضمت لحديقة الحيوان، فحضرتك تكلمنا عنها واللي هيستنى الجمهور النهاردة والمواطنين بمجرد دخولهم حديقة الحيوان. الحقيقة احنا عملنا فعلا خطة اكسار، ودي خطة يعني بيقوم بها الاطباء، دي عملية فنية بحتة، والحمد لله يعني احنا مشينا في ثلاث حاجات مهمين جدا. وفرنا للحيوانات التغذية الجيدة، وفرنا المحاكاة للبيئة وإسراء بيئي للحيوان عشان يبقى كأنه عايش في البيئة بتاعته، والحيوان يبقى مرفه ويقدر ان هو يبقى في طبيعته ويقدر ان هو يتكاثر ويتزاوج. والحاجة الثالثة الرعاية البيطرية الكبيرة والرعاية الصحية، فده أثمر عن جهد ثمرة احنا بننتظرها، وهي التكاثر ووجود ولادات. فاحنا عندنا زيادة كبيرة جدا الحمد لله في خلال العام السابق ده، احنا عندنا زيادة تصل الى من 30 الى 35% او 40% من اجمالي اعداد الحيوانات، وفي قطعان تضاعفت بنسبة 100%، وده حاجة يعني عظيمة جدا بجهد الاطباء والخبراء اللي موجودين. فاحنا عندنا ولادات في كل تقريبا انواع القطيع اللي موجود داخل، فالناس هتشوف الحيوانات وموجود الولادات الصغيرة معاها. وعندنا حيوانات جديدة دخلت للحديقة زي الدب الروسي، زي المها العربي، زي الفنك المصري، في انواع ان شاء الله كثيره داخله، وان شاء الله الناس تستمتع يعني بجنينه ان شاء الله. اخيرا دكتور، جزء مهم جدا ليه علاقه بالتامينات اللي موجوده سواء داخل حديقه الحيوان او على الابواب وفي محيط حديقه الحيوان، فلو تكلمنا عن التنسيق بينكم وبين وزاره الداخليه وكمان شركه الامن اللي بتامن الحديقه داخل حديقه الحيوان. والله حضرتك فعلا يعني في تنسيق كبير مع مديريه امن الجيزه، الحقيقه كل الشكر يعني، في جهد كبير جدا وتواجد طبعا شرطي كبير جدا داخل الحديقه، والساده الضباط موجودين باعداد كبيره والافراد، وبرضو احنا عندنا متعاقدين مع شركه امن برضو ليها اسم كبير في مجال الامن، والحقيقه قايمين بجهد كبير على البوابات وتفتيش ومنع الحاجات الاشياء المخالفه كلها، لان احنا مش بنسمح بدخول اي الات حاده، مش بنسمح بوجود بوتاجازات، يعني في ناس جايبه بوتاجازات معاها، فطبعا احنا مش بنمنع غير بالوجبات الخفيفه اللي نقدر يتناولها المواطنين. فالحقيقه الناس في اطفاء، تنسيق على الاطفاء، تنسيق مع مرفق الاسعاف، الحقيقه في تامين كامل
وان شاء الله يعني اليوم يبقى ممتع للناس والناس تاخد متعتها باذن الله في حلقة. ان شاء الله بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. يعني اسمع، كان ده لقائنا مع دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحدائق الحيوان. تابعنا معاه اخر الاستعدادات داخل حديقه الحيوان لاستقبال المواطنين في شم النسيم. ارجع لك مره ثانيه في الاستوديو. شكرا يا جرمين. والحقيقه كلنا شفنا الحقيقه، يعني انا جالي زفول، يعني الساعه لسه 8، يعني لسه بدري، يعني كنت متوقع الناس هتبتدي تنزل 8:30 9 يعني 10، لكن لا، ده ما شاء الله اقبال شديد. يا رب دايما يفرح يعني قلوبنا وننزل كده ونبقى كلنا سعداء بالمنظر ده. في اقبال كتير، في عائلات اطفال، وشايفين كمان الشنط المتشالة فوق الدماغ اللي فيها الفسيخ والرنجة. عشان كده مرة تانية بنقول أرجوكوا فسيخ ورنجة، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه واحتفلوا والعبوا واتبسطوا، بس نحافظ على الأماكن اللي احنا موجودين فيها عشان غيرنا. لكن المنظر الحقيقة يفرح، وزي ما شفنا في 19 بوابة لدخول حديقة الحيوان مفتوحة. يعني معنى كده ان النهاردة الحديقة هيبقى فيها عدد ما شاء الله. ربنا دايما يفرح قلبنا، ربنا دايما يجعل أيامنا كلها أعياد، بس مرة تانية نحافظ على نظافة المكان.